الله يبارك لك ان شاء الله. هذاك البكر اللي دفعات اللي ضيعته ديما. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وهو شوطنا 14 الذي ضمن نخبه من القعدان. نسير للمقدمه الى البدايه، وهنا على المقدمه ياتي شاهين سعيد بن محمد بن سلطان العويسي على المقدمه وعلى البدايه تنوله، بينما النقله الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني يشوف شاهين احمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم يتقدم على المركز الثاني، بينما الكيبالي ياتي على مستوى المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاق راشد بن محمد العلي الكيبالي، بينما في المركز الرابع مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان مقدم لنا شاهين على المركز الرابع، وخامسا في المركز الخامس هذا الان ياتي علي بن سعيد بن علي المزروعي مقدم لنا شاهين. هذه مراكزنا الاولى ونتيجتنا للخمسه المراكز، لكن العوده الى مقدمه الشوط، عوده الى شاهين، الى شاهين اللي على المقدمه سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، بينما مطر بن سلطان بن برخان مقدم لنا شاهين مع اللحظه الاخيره مع المنافسه الاخيره. المركز الثالث راشد بن محمد بن علي الكيبالي، لكن راقبوا راقبوا هنا الوصول، هنا الوصول من قبل مشاهدينا الاعزاء الشبابي راشد بن علي بن خميس بن مرخان بن مرخان مع الشبابي والشبابي، او حي الشبابي حي حي الشبابي. هذه النوعيه الفريده ما شاء الله وتبارك الله. سلام يا بن مرخان، سلام سلام على فوز الشبابي، هذا هو الشبابي ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني مطر بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث اللي وصلنا، المركز الثالث اللي وصلنا مشاهدينا الكرام على ما اعتقد بان شعار علي بن سعيد بن علي المزروعي هو من احتل المركز الثالث. عطر التوقيت الزمني ساعة الوصول الى خط النهاية بدقيقتين و12 ثانية، والشبابي لراشد بن علي بن خميس بن مرخان الاكتبي ما شاء الله وتبارك الله، وصل في اللحظة الاخيرة بمخزون احتياطي مع اللحظات الاخيرة وهدى الفوز لبن مرخان. تهانينا والناموس على هذا الفوز.